كراهة مع In the name of Allah, hello everyone. معكم مستر حسني عبد المنعم في الحلقة السادسة من كورس تعليم اللغة الإنجليزية Interchange. النهاردة إن شاء الله هنشوف في الحلقة حاجات برونسيشن صوتيات speaking تحدث وليسننج استماع يعني هناخد النهاردة ثلاثة مهارات اللي هي استماع وتحدث وصوتيات هنبدأ ب وما زلنا في يونت 1 اه هناخد اكسرسايز 10 الترتيب رقم عشرة برونسيشن اللي هي صوتيات. لينكد ساوندز يعني صوتيات مرتبطه يعني الصوتين يدخلوا مع بعض ويرتبطوا مع بعض. لسن <لينكتد> اند براكتس استمع ثم انست نوتس ده لينكد ساوندز ثم آه، لاحظ الاصوات المرتبطه. اي ام ايزابيلا انا اكون ايزابيلا لو نلاحظ هنا ان الام والاي بتاع ايزابيلا دمجنا الصوتين مع بعض وانا بنطقهم فدخلناهم مع بعض. اي ام ايزابيلا she is over, over there she is over there هنا ال s وال o دخل لما مع بعض قلنا she is over she is over there you're in my class you're in my class هنا ال r وال n دخلناهم مع بعض طب نسمعهم بقى تاني I am Isabella she is over there you're in my class طيب نيجي بقى exercise 11 speaking exercise رقم 11 هيكون عن speaking التحدث personal information ازاي ادي معلومات شخصيه زي مثلا سيلفون ورك فون يعني رقم التليفون الشخص بتاعي او رقم تليفون العمل هوم فون رقم تليفون المنزل ايميل الايميل طبعا الحاجات دي لما باجي استخدمها هستخدم نمبرز لذلك هنا بقى هنبدا ندرس النمبرز الارقام باللغه الانجليزيه بارت ايه لسن اند براكتس 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طيب ندرس بقى الحاجات دي دلوقتي ونقراها تاني مع نبدا بقى نقرا النمبرز 0 او oh. الصفر عندنا بسميه 0 وبقول عليه برضو اسمه او oh. 1 1 طبعا الأرقام مكتوبة فيجرز بالأرقام ومكتوبة بليترز بالحروف 2 2 3 3 طبعا اللي تم معانا الكورس الأول اللي هو آه كورس تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين واللي درسنا فيه الصوتيات وعرفنا إن الـ th تنطق ثي 3 4 4 5 5 ونلاحظ في 5 إن عندي اف وفي يعني ما ينفعش أقول 5 وهي يبقى نطقتهم هما الاتنين اف ولو قلت 5 يبقى نطقتهم الاتنين في فلازم الأغنية فا والتانية فا 5 6 7 7 وهنا برضه في مش لأن في بعض نظرة بتقول 7 نو 7 بالفي هنا بقى برضو درسنا في الكورس الاول ال g اتش تي بتنطق T فاسمها ايت ايت ناين ناين تن 10 نيجي هنا بقى بعض الكلمات المرتبطة وهندرسها دلوقتي اللي بتدي ايه, بيرسونال انفورميشن معلومات شخصية سيلفون سيلفون اللي هو التليفون الشخصي ودرسنا برضو في الكورس الاول ان حرف السين لما بيجي بعده ايه بنطقه س فقلت سيل والبي اتش بتنطق فا اذا بقولها فون سيل فون اللي هو التليفون الشخصي ويرك فون ويرك فون اللي هو تليفون العمل هوم فون هوم فون تليفون البيت ايميل ايميل اللي هو الايميل او البريد الالكتروني Part B Peer Work <applause> هنا بقى هنبدأ نستخدم الأرقام اللي احنا النمبرز اللي خدناها ديًا عملي في إن أنا أبدأ أقول الأرقام كفاءة استخدمها في البيرسونال انفورميشن المعلومات الشخصية زي الورك فون سيل فون الايميل ادريس اللي هو مثلًا رقم التليفون الرقم الشخصي تليفون المنزل وهكذا. Practice these phone numbers and email addresses. يقول لي ابدا مارس ارقام التليفونات دي وعناوين البريد الالكتروني then listen and check your answers وبعد كده هنستمع ونختبر إجابتنا جيسيكا ادمز جيسيكا ادمز 402 555-2301 work phone طبعا ده اللي هو تليفون المنزل وبدأنا نطبق على الأرقام اللي إحنا خدناها ونقرأها في الورك فون في التليفون المنزل. نيجي بقى سيل فون اللي هو التليفون الشخصي 646 486 1004. سيل فون. نيجي بقى دلوقتي لإيميل أدريس. أولًا مبدئيًا بالنسبة للايميل العلامة دي اسمها آت والنقطة هنا اسمها دوت. طب نشوف بقى الايميل أدريس. jadams آدمز وان at cup.org email address .dot إيميل ادرس. طب نقولهم بقى الليسن على بعضه به ال, ال, ال information المعلومات الشخصية الخاصة بجسيكا آدمز جسيكا آدمز 402 555 2301 work phone 646 486 1004 cell phone jadams1 at cup.org email address هنيجي بقى لمعلومات شخصية تانية عن راين ووكر راين ووكر 212 924 1764 هوم فون 643 555 2285 cell phone ryan-walker_online at cambridge.org ايميل ادريس هنا بقى بالنسبه للايميل لو في عندي الشرطه دي اللي بتبقى من فوق اسمها داش لكن لو الشرطه بتكون من تحت اسمها underscore طيب ممكن بقى نطبق الكلام ده ان انا اقوله ايه؟ بالنسبه مثلا لجيسيكا ادمز هير نيم از جيسيكا ادمز وطبعا خدنا هير في الحلقات اللي فاتت صفه ملكيه معناها ملكها اسمها هير نيم از جيسيكا ادمز هير ورك فون نمبر تليفون المنزل بتاع ايه تليفون العمل اللي هو عندنا الرقم اهو بقى هنحول الارقام دي لليترز تو 402 555 2301 وبعد كده هيز هي الفون ونقول الارقام دي وهكذا طيب بعد كده هندخل بقى على اكسرسايز 12 وهيكون عباره عن listening عباره عن استماع For one yes that's is and his email address it's been donated at cup.org اوكي okay. kara rose what's her phone number Her number is three, four, seven, five, 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 seven, six, four, five. Three, four, seven, five, 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 seven, seven, six, four, five. that's right here email is cara r at cambridge dot org that's c a r a r at cambridge dot com dot org now let's see andrea clark here the phone number is two one two six four five five nine six zero. right yes that's right Two one two six four five five nine six zero. here email address is a Clark one three four at c u p dot org. So that A C L A R K one three four at c u p dot org. Yes. And Akina Hayashi's number and email. Oh Akina is my roommate. Our number is nine one seven five 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 two eight oh seven. Her email address is akinaha at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? here mail address is yeah sure it's a k i n a h at cambridge.org okay thanks والوقت بعد ما استمعنا لنص الاستماع طبعا هنلاحظ ان اتقال معلومات عن فون نمبر وايميل ادريس لكل شخصيه من الشخصيات دي طيب نشوف اخر عندنا اكتيفيتي النهارده كلاس اكتيفيتي ميك كلاس نيمز يعني بيقول لي اصنع قائمه من اسماء اه رفقائك في الفصل فون نمبر اند ايميل ادريسز القائمه دي هتتضمن نيمز الاسماء زي ما عملنا في الاكسرسايز اللي قبل منه فون نمبرز رقم التليفون ايميل ادريس وعنوان البريد الالكتروني الخاص بي اكزامبل امثله كده واتس يور نيم ما هو اسمك طبعا احنا خدناه في الحلقات اللي فاتت واتس يور نيم ما هو اسمك وخدنا ان يور من الصفات الملكيه اللي بتيجي قبل الاسم يور نيم اسمك هي نيم اسمها هيز نيم اسمه فهنا واتس يور نيم ما اسمك طيب هاجي اقول بقى انا اسمي اه مثلا هنا اكزامبل مثال اي مارينا فينتورا What's your name? ما اسمك؟ I am وبنقول الاسم. And what's your phone number? وما هو رقم تليفونك؟ برضو طبعا خدنا فون نمبر اسم ويور بتيجي قبلها يعني رقم تليفونك طب رقم التليفون ده عاقل ولا غير عاقل غير عاقل زي الاجابه زي ما خدنا في الحلقه اللي فاتت اتس هو يكون بتعود على رقم التليفون اللي هو فون نمبر اتس 323 وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع تحيات مستر حسنى عبد المنعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته